بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمحاضرة Part 3 التابعة إلى Section 6 اللي هي حول الطرق التشخيص العوامل المسببة للأمراض Methods for Identification of Etiological Agents of Infectious Disease. وصلنا إلى هذا، كان البارت الأول، بعدها كان البارت الثاني حول سيدامونس والإنتيروبكتيريسي، بعدها وصلنا قلنا هذا بالنسبة إلى الجدول، عرفنا شلون نحفظ الشغلات الرئيسية به، بعدها وصلنا إلى نيسيريا مينينجايتس. نيسيريا مينينجايتس هي البكتيريا المسؤولة عن التهاب السحايا. الفاميلي نيسيرياسي، الجنس جينس نيسيريا، إذن العائلة نيسيرياسي والجنس هو الجنس النيسيريا. راح ناخذ إن شاء الله خلال هاي المحاضرة النوع العائد إلى جنس النيسيريا هو نيسيريا مينينجايتس. وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح ناخذ نيسيريا جنوريا اللي هي المسؤولة عن السيلان الجنسي. نيسيريا مينينجايتس والنيسيريا جنوريا راح تكون متشابهة إذا شفناها تحت الميكروسكوب وصبغها بصبغة الجرام ستين، وصفات البايوكيميكال تيست راح تكون قريبة جدا. الشيء اللي يميزه انه انت حتى تميز بين النيسيريا مينينجايتس والنيسيريا جانوريا، نيسيريا مينينجايتس تسبب التهاب السحايا، فعادة يكون الطبيب من يدزلنا النموذج راح يكون هو CSF. اما بالنسبة الى النيسيريا جانوريا فالنموذج يكون هو عادة فاجينال سواب او يوريثرال سواب، لو مسحة من المهبل او مسحة من الحليب بالنسبة للذكر. اذا نيسيريا مينينجايتس is aerobic هوائية، جرام نيجاتيف كوكاي او كوكساي راح تكون كريات سالبة لصبغة جرام، typically arranged in pairs. بالنسبة الى الوزاري كانوا جايبين سؤال نعطين الصفات وتختار انت البكتيريا بالمسكيو، الصفات نعطيها حاطين فراغ وقايلين ايروبيك جرام نيجاتيف كوكاي تيبيكالي تترتب بشكل بيرز ديبلو كوكاي. هنا شنو اريدك تنتبه او اريدش تنتبهين على نقطة، انه احنا عندنا pairs diplococci بشكل ازواج ثنائية او مكورات ثنائية، diplo اثنين cocci مكورات، اذا هي مكورات ثنائية. من تشوف مكورات ثنائية وعندك gram negative والشكل مالتها شنو؟ ديبلوكوكاي، اذا راسا ايش راح تختار؟ اذا كان جايب لك نيسيريا مينينجايتس تختار نيسيريا مينينجايتس، واذا جايب لك نيسيريا جانوريا تختار نيسيريا جانوريا، لان احنا قلنا هي نفس الشكل تحت من التصبغه بصبغه جرام، واذا جايب لك اياها اثنيناتها فتختارهن اثنينها. اوكي، اما اذا جايب لك ديبلوكوكاي بيرز لكن بدل النيجاتيف كاتب لك بوزيتيف، يعني شلون لونها؟ بلو زرق تحت الميكروسكوب عند صبغه جرام ستين. بهيك حاله راح تختار ستريبتوكوكس نيموني او نيمو كوكاي، اخذناها بالمحاضره السابقه، يعني المكورات الرئويه هاي تنتبهون عليها. With adjacent sides flattened together resemble coffee beans.
إذن هي راح تترتب بشكل، وشكلها يا أما راح يكون كدني شيب، أو يجيب لكم ياها يقول تشبه حبة أو حبات القهوة اللي هي هذه. كبرها على مدة تبين، طبعا هي كلش ناعمة تطلع بالسلايد. هذه 2 2، هذه وحدة وبصفها الثانية، هذه وحدة وبصفها الثانية، فهذه 2 4 6 8، عندي هنا 8 اوكي، وهنا موجودات ايضا اوكي. اذا هذا هو شكلها. طيب عادة يكون بالجرامستين، اذا انت ماخذها من هاي لك كمعلومة حتى تفيدك بالتشخيص، ان شاء الله باشر اكبر توصل لك العديد من السامبولات. هاي معلومة لك. فاذا كانت عندي المزحة فاجينال سواب، مزحة من المهبل، فراح تكون عندك بالإفرازات راح يكون موجودة ويا البوستيل، راح تكون اكو بعد بكتيريا اخرى عصيات، قد تكون هي اللاكتوباسيلس، ما تهمني بقدر ما يهمني اش قد موجود عندي هنا خلايا بوليمورف نيوكليار اللي عادة تكون النيتروفيل، خلايا متعددة الأنوية PMN. كل ما زاد عددها معناته الإصابة قوية. وبعد شنو عادة تظهر وياها؟ خلايا طلائية. هاي بالنسبة للإناث. بالنسبة للذكور تكون الخلايا الطلائية تكاد تكون معدومة، مو بقد ما موجود عند الإناث. specimens collection جمع النموذج. nasopharyngeal swabs اذا المسحة اللي ماخذيها من المنطقة البلعوم الانف، منطقة البلعومية، منطقة الاتصال البلعوم مع الانف، راح تاخذوا من عندها مسحة لتشخيص النيسرية منو منينجايتس. فالنيسيريا منينجايتس راح تشخصه يا اما بسواب اللي هو نيزوفارنجيال سواب، او سي اس اف، او جوينت فلود. هذه جدا مهمه. النموذج اللي تسحبه تجمعه من المريض حتى تعرف هذا بفعلا سحايا، لازم تسحب لو سي اس اف سيربروسباينال فلويد سائل النخاع الشوكي، او جوينت فلويد السوائل اللي موجوده في منطقه المفصل، او تاخذ سواب منين؟ من منطقه البلعوم الانفي. شود بي ستورد، اذا انت اخذت هذا السواب ممكن انه انت تخليها تحفظها بدرجه حراره 37 درجه مئويه، بيكوز ات واز سنسيتيف تو cold. ليش؟ لأنه هذه البكتيريا تموت بسرعة، فما تخليها بالبرودة، وإنما يعني من تريد تنقلها من مختبر إلى مختبر، أو من مستشفى إلى من مستشفى، من محافظة إلى محافظة بها أكو، يا أما تأخذ سوابات اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى اللي هي transporting media وسط ناقل، أو راح تستعمل أكو بوكس خاص على أن يكون هذا البوكس 37 درجة مئوية، ولو أحيانا هم يتم نقلها في بوكس يكون درجة الحرارة مالته 15-20 درجة مئوية. على كل أنت التزم باللي موجود عندك. Any volume أي حجم greater than 1 ml يكون أكثر من 1 ml of clear body fluid من السائل الجسم اللي أنت سائل مخذ من الجسم should be centrifuged. يعني اذا انت اخذت السي اس اف او اخذت الجوينت فلويد، عاده يكون عدد البكتيريا قليل بهذه السوائل الجسميه، فلذلك حتى يطلع عندك بالزرع ويطلع عندك
تطلع عندك البكتيريا بالجرامستين، لازم شو تسوي؟ السائل تسوي له عمليه طرد مركزي at room temperature، بدرجه حراره الغرفه اللي هي عاده 20 الى 25 درجه مئويه، at 1500 1500 500. هنا تشوف هذا مو راوند بيرمنت، هذه معناتها جرافيتي اللي هي الجاذبيه الارضيه. احنا عاده في مختبراتنا نخلي ما بين 2000 دوره بالدقيقه الى 3000 دوره بالدقيقه لمده 15 دقيقه. 15 دقيقه هوايه، لان يبدي بالحراره من يفتر بالسنترفيوج النموذج راح تتولد اكو حراره، فنحاول انه يعني نفره 5 دقائق. هاي لك كشغل الروتيني بالنسبه لمختبرك. تاخذ بعدين توقف لي السنترفيوج وترد شو تسوي مره ثانيه، تفره للسنترفيوج حتى ما يحمى عندك، تزداد يعني درجه حراره النموذج، وبالتالي ممكن هذا يؤدي الى في بعض الاحيان تلف النموذج، خاصة إذا أنت تريد تدور على البروتينات بعدين بعد عملية السنترفيوج. زين، إذا أنت إذا كان عندك CSF أو سائل النخاع الشوكي أو سائل الجوينت فلويد، فلازم شو تسوي له؟ سنترفيوجيشن ب 1500 جي لمدة 15 دقيقة. The sediment should be vortexed and inoculated onto appropriate media. بعد عملية السنترفيوج راح يصير عندك راسب ورائق. الراسب يسموه سيدمنت، والرائق السوبرنيتنت راح يكون وين؟ إلى الأعلى. عادة السوبرنيتنت يعني ممكن نجري عليه بروتينات، ممكن جلوكوز حسب التحليل اللي أنت وطريقة العمل المتبعة. إيش راح تأخذ حتى تسوي الجرامستين وتزرع؟ تاخذ قطرة من الراسب باللوب وتحطها على السلايد، وبعدها تصبغها بصبغة جرامستين. او شو تسوي تاخذ قطرة وتخليها على الاوساط الزرعية اللي هي البلاد، عادة يكون شوكليت اكار. اذا راح تاخذ قطره من الراسب وتفرها بجهاز خفيف هزاز، وبعدها تلقح الاوساط الزرعيه المناسبه حتى تكشف عن البكتيريا. دايجنوسيس، الدايجنوسيس اذا راح يكون يا اما دايركت ديتكشن ميثودز، يعني انت مرات يعني يوقف على راسك الطبيب وهو وياك يشخص النموذج، فيريد النتيجه انيه، فشون راح يكون هذا؟ يسموه دايركت، رأسا مباشرة تجيب النموذج وتنطي النتيجة اكو نيسيريا مننجايتس او لا. فالنموذج هذه الطريقة تقدر تستعملها، يسموها دايركت اللي قلنا عليها، هذه الطريقة. بعد ما تسوي عملية الجرامستين تصبغها، السلايد تصبغها بيه الجرامستين as indicated above، يعني مثل ما احنا هسه حكينا قبل شويه بالاعلى، نيسيريا مننجايتس راح تشوفها شلون راح تطلع؟ راح تطلع جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي 2-2، لونها احمر، ثنائيه، مكورات ثنائيه سالبه لصبغه جرام، with adjacent side flattened، يعني كل اثنين تصير وحده بصف الثانيه مثل ما شفناها قبل قليل. They are often referred to as kidney bean، يعني مثل ما قلنا يا أما راح يقولون عليها kidney shape أو coffee shape، coffee beans أو kidney bean، يعني شنو؟ تشبه حبة الفاصوليا، تشبه حبة القهوة، تشبه الكلى وهكذا. أوكي؟ هذا طبعا مكبر بالمجهر الالكتروني. هاي النيسيريا مننجايتس
بجرامستين ديبلوكوكاي نيجاتيف ديبلوكوكاي، وهذه تحت الالكترون مايكروسكوب بطريقة خاصة للتحضير. الطريقة الأخرى اللي هي راح تكون دايركت. إذا الدايركت كم طريقة عندك؟ يا أما شخصها بالجرامستين البكتيريا، أو تنطي النتيجة للطبيب مباشرة، تفحص أو تتحرى عن الأنتيجين، أنتيجين ديتكشن. شلون راح تتحرى عنه؟ تتحرى عن الكبسولة. The detection of Neisseria meningitis capsular polysaccharides antigen in body fluids is no longer recommended. بالنسبة إلى الكبسولة اللي هي النيسيريا مننجيتس، عندها كبسولة. الطبيعة هاي الكبسولة راح تكون هي سكريات متعددة، سكريات متعددة، فالكبسول تعتبر هو شنو؟ يعتبر أنتيجين، يحفز الجسم على تكوين الأنتيبادي. هذا عادة بقاء هاي هذا الأنتيجين راح يكون شنو؟ ما تبقى هواية بفترة طويلة. أوكي؟ فعادة إحنا نسوي التحليل جرامستين، أما الأنتيجين ديتكشن فنادرا ما يسوونه بالمختبرات. اللي الطريقة الأخرى، إذا أعيدها على السريع، الدايجنوسيس راح يكون مباشر أما بجرامستين أو شنو عندك؟ أنتيجين ديتكشن. أوكي؟ فإذا جابوا لك سؤال الدايركت ديتكشن راح تكون A جرامستين، وB أنتيجين ديتكشن، وC جرامستين and أنتيجين ديتكشن. شو راح تختار؟ أنت عندك الـ A صح جرامستين، والB صح أنتيجين ديتكشن، لكن منو الأصح؟ C. فتختار C اللي هو جرامستين and أنتيجين ديتكشن. بعد بيا طريقة اللي هي مهمة جدا، هي طريقة الكالتيفيشن، الزرع. راح تزرعوا على شوكليت أجار، تزرعون على شوكليت أجار، يكون أفضل من البلاد أجار، أفضل نمو البكتيريا على شوكليت أجار أفضل من البلاد أجار. الشوكليت أجار والبلاد أجار اثنيناتهم يحتوون على نفس نسبة الدم اللي هو من 5 إلى 10%، مو بس 5%، احنا شارحيها من 5 إلى 10%. يعني كل 100 مل من الوسط الزرعي ضايفي له 5 مل دم، أو 6 أو 7 إلى حد 10 مل دم. يقول لك احنا المفروض نضيف شنو؟ شيب بلاد. ليش؟ لان هذا يكون غني بالبروتين. لكن انت في مختبراتكم ان شاء الله راح تضيفون، منين تجيب الشيب؟ يوميا انت رايح على تسحب دم اغنام؟ لا، راح تحضر بيه المختبر عندك هاي الاكياس مالت الدم، تاخذ لك بطل دم وتخليه عندك بيه المختبر، فراح تستعمل هيومن بلاد أو تسحب دم مباشرة وتضيفة. إذن الكالتيفيشن راح يكون هو شوكليت أجار، وشنو بعد عندي؟ بلود أجار، واثنيناتهم يكون مضاف إلى 5 إلى 10% لو شيب بلود أو هيومن بلود، اثنيناتها صح إذا جابوا لك إياها بالامتحان. كولونيز أوف نيسيريا مننجيتس، ويختصروها طبعا بالكابيتال N، المستعمرات ال نيسيريا مننجيتس على الوسط راح تكون gray رصاصية and unpigmented، يعني ما تنطي ما تكون صبغة، على blood agar and appear round، تكون نشوف حاطيكم ما حاطيكم صورة، بس هسه أشوفكم صورة إن شاء الله عليها. تظهر أيضا المستعمرات مدورة، ملساء، راوند، سموث، مويست، يعني رطبة، تلمع، شايني، لماعة، كونفكس، محدب، تكون إيه محدبة. أوكي. With a clearly defined edge، يعني تكون الحافة ما بها تعرجات، ما بها تعرجات تكون، أوكي، واضحة تكون.
نيسيري منينجيتيس appear appears هي لازم appears as large تكون كبيرة على الشوكليت أجار تكون كبيرة okay colorless to gray opaque معتمة كبيرة من عديمة اللون إلى تقريبا رصاصية على وسط الشوكليت أجار تقريبا هي متشابهة المستعمرات بس على الشوكليت أجار تكون أكبر لأنه البروتين يكون متحرر من الار بي سي متحرر إلى الوسط فيكون نموها أكثر هي البكتيريا على وسط الشوكليت أجار أوكي هذا شكل المستعمرات شكلها اوكي وهذا على البلود اجار هذا كلش واضحه طيب نيسيريا غونوريا نيسيريا مننجيتيس اند موراكسيلا كاتاراليس هاي موراكسيلا كاتاراليس grow best under conditions of increased CO2 بتركيز 3% to 7% احنا عادة من نزرع البكتيريا النيسيرية نزرعها على الوسط الشوكليت أجار والبلاد أجار ونخليها ب جار علبة ونشعل شمعة ونغطي راح تطفى الشمعة ايش قد راح يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون بالداخل تقريبا يظل من 5 إلى 10% لذلك فهي نموها راح يكون قوي يتحفز نموها بوجود ثاني اكسيد الكربون بين 3 إلى 7% أو مرات يكتبوا كيها بين 5 إلى 10% لو تجي تميز بين نيسيريا مننجيتيس والنيسيريا غونوريا هذا جدول كلش مهم نيسيريا مننجيتيس كولونيز ار ميديوم مثل ما قلنا قبل شوية smooth, round, moist, gray to white, encapsulated, strain, are mucated. encapsulated هنا يعني السلالات التي تحتوي على كبسولة راح تظهر بشكل مخاطي على الوسط الزرعي الصلب وتميل إلى أن تنطي اللون maybe a greenish cast in agar underneath colonies يعني أحيانا تظهر لون مخضر تحت المستعمرات وين اجي وين اركز الفرق بين النيسيريا مننجيتيس والنيسيريا غونوريا احنا قلنا اثنيناتها هي شو تطلع لك بالمسحه جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي زين عندي وسط هذا احفظه اللي هو اسمه ثاير مارتن أو يسموه modified يعني المحور ثاير مارتن أجار ثاير ومارتن هو اسم العلماء اللي اكتشفوا الوسط الزرعي الصلب تقريبا يشبه الشوكليت أجار الثاير مارتن النوعين النيسيريا غونوريا اللي يسوي سحاية وهذا يرمزوا لها بالجي سي العفو النيسيريا غونوريا تسبب السيلان الجنسي يرمزوا لها بالجي سي يعني غونو كوكاي اما النيسيريا مننجيتيس فتسبب السحايا اثنيناتها تنمو على الوسط ثاير مارتن واثنيناتها تنمو على البلاد اجار واثنيناتها تنمو على الشوكليت اجار موديفايد ثاير مارتن طبعا هنا خلي يمك درجه الحراره 37 درجه مئويه النمو هذه البكتيريا الغونوريا والمننجيتيس على النيوترنت أجار بدرجة 35 درجة مئوية يكون نيجاتيف ما يطلع لك نمو تموت
تموت بالبرودة هي. أوكي؟ وإذا إحنا قبل شوية قلنا أفضل وسط لنموها هو الشوكولات أغار والبلد أغار، على شرط أن تحضن الأوساط بدرجة حرارة 37 درجة مئوية، وتوفر لها شقد ثاني أكسيد الكربون من 5 إلى 10 أو من 3 إلى 7%. أوكي؟ إذا زرعتها على البلد أغار أو شوكولات أغار بس وفرت لها حرارة 25 مو 37، ما راح يطلع عندك نمو. إذا الدرجات الحرارة اللي هي أقل من 37 درجة مئوية راح تموت بها البكتيريا. ها جدا مهمة. زين، تخمر الجلوكوز ها اثنينات الحين طيني، إذا نفس الصفات لحد الآن، هاي جرام نيجاتيف، هاي جرام نيجاتيف، هاي ديبلوكوكاي، هاي ديبلوكوكاي، هاي تنمو، هاي تنمو، وهكذا وهكذا. هاي تخمر جلوكوز، تخمر جلوكوز. أوكي، هذه ما تخمر لاكتوز اثنيناتين، اختزال النترات اثنيناتين نيجاتيف، تكوين غاز من اختزال النترات ماكو. بعد شنو الفرق اللي يميز اكثر شيء؟ لو يستعملون البي سي ار، بي سي ار يعني على مستوى جينيتيك، او يستعملون اللي هو عندنا واحدة من الاختبارات المخمرة، اختبار تخمير المالتوز. الجنوريا ينطي نيجاتيف والمننجايتس تنطي بوزيتيف. اوكي، هاي جدا مهمة.